فنبغى يا شيخ إبراهيم كلمة عن الوقف تتفضل علينا بها. والله يا أخي في مسلم صدقة جارية وعلم ينتفع به والصلاة يدعو له وهذا صدقة جارية. نعم. والحديث في السنن إما مما يحق الميت بعد وفاته علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو مصحفا ورثه أو نهر أجراه أو ماء السبيل، كل هذه الحمد لله يلقاها أمامه، والحمد لله فرصة ثمينة لمن ألقى فمن يعمل مثقال ذرة. شوف مثقال ذرة خيرا يرى سورة الزلزلة. ولما جاء الرجل قال يا رسول الله علمني، قال اقرأ من سور ألف لام راء ثلاث قبل أن تنام. قال يا رسول الله ما أعرفهم. قال اقرأ من ذوات الحواميم ثلاث. قال ما أعرفهم. قال اقرأ الزلزلة تكفيك. عاد يقول الرجل مثقال ذرة مثقال ذرة، شوف شلون وصلت شغاف القلب، لا تحصل شيئا أبد. نعم. الله يجزي المحسنين خيرا ويضاعف لهم أجورهم. اللهم آمين. حتى اللي ما يستطيع أنه يعني يقدم 50 ريال، ترى لو قدم ريال، أي لو قدم 5، لو قدم 10، اللي يستطيعه ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. الإنسان يحرص أنه والله أنه يعني نعمة من الله جل وعلا أنه يسر هذا الوقف. والآن لو أنت تبي توقف شيء ما استطعت، يبغى لك الأرض كم قيمتها، المبنى كم قيمتها، شيء مو سهل، لكن يسر الله هذا الوقف الإنسان يبذل فيه ما تيسر، 5 ولا 10 ولا 50 ولا 100 ولا 1000 ولا 100 ألف، يعني الأمر واسع. وثم يكون لك وقف، يعني كله حسب، يعني لو إنسان تبرع يعني تصدق بشق تمرة تقبلها الله منه، شق تمرة أقل من الريال، كون الإنسان يحرم نفسه هذا الفضل وهذا الخير، والله العظيم أنه من الحرمان أنه يعني أنك تترك هذا الفضل الآن ليعرض كل يوم، يقولون يا باغي الخير أقبل. الريال ما تستطيع أنك تقدم الريال، 5 ما يا أخي بزرك، لو جاك عطيته 10 ريال، لو بيروح البقال عطيته 10 ريال ما عاد كفي 10. لو بتعزم لك واحد الحين، لو تعزم لك واحد ذبحت له ذبيحة ب1000 ريال والطباخ بكم والفاكهة بكم، يا أخي قدم لنفسك أنت، تقدم لنفسك أنت، نفسك هي أحق تعبك هذا، أنت أحق به أنك تقدمها لنفسك. يعني نقول للإخوان لا تحرموا أنفسكم، والخير الحمد لله ما شاء الله نشوف الناس يتسابقون من يتابعون هذه القناة، ومع ذلك يعني ترى قيمته 25 مليون، واللي سدد منه تقريبا الآن 13، ما عاد بقي شيء، يعني 12 مليون والله لو تكاتفوا تبرع كل واحد، والله العظيم ننهي في يوم واحد. عسى الله يعطي كل منفق خلفه، عسى الله يصب عليكم الخير صبا صبا ولا يجعل رزقكم كدا كدا. الله يجزاك خير ابو عمر. شيخ سمي شيخ رقم بسيط، تعالك مو طويل اخر شيء هذا الاخير هو. اي اسلم. يوم يجددون جامع نيزة عام 1360 هجرية، حريمة من الحرس قلت ذات اليد، شالت الرماد بكيسة، الرماد الله يعزكم، هم الزبيب اللي صار فيها الطين يمسك. نعم نعم. ها قال يا شيخ عبد الرحمن مرت جابت الرماد من رديناه، قال لا هاتوا هذا ينثر على الزبيب عشان الطين ما يمسك، ما يمسك الزبيب. شوف الى الدرجة، يا سلام، ما يقتل الا الرماد، هذه له من الله اعتماد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحرمنا فضله. يعني لا نحقر من المعروف شيئا. نعم نعم نعم. ولو ان تلقى اخاك وجه طليق، وجه طليق، يلا من فضلك. أو عساه في المدينة أوقفاه.